بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. بنرحب بيكم ونحييكم من قناة الإسكولة التعليمية، معكم مستر حمدي البيومي في حل النموذج الثاني من مادة الجبر رياضيات الصف الأول الإعدادي. خدنا الحلقة اللي فاتت النموذج الأول، والنهاردة إن شاء الله معدنا مع النموذج الثاني، واللي مكون من أسئلة أكمل وإختر وأسئلة مقالية وكمان أسئلة الإحصاء المهمة، واللي بيبقى منها نصيب كبير من أجزاء الامتحان في الترم الأول بإذن الله. عايزكم محضرين ورقة وقلم، وتابع معايا وركز واتفرج وشير عشان الكل يستفيد. يلا ما نضيعش وقت ونروح لحل النموذج الثاني. أول سؤال بيقول لي 24 س أس 4 ص أس 6، دي 6 ودي 4 بتساوي 6 س أس 2 ص أس كام؟ أس 3 في كام؟ أقول له دي مسألة إيه؟ ضرب. أدي حد وده حد، طب ممكن نقلبها اسم؟ نقسم الأولاني على ده يدي لك الإجابة. 24 على 6 فيها الـ 4، س أس 4 على س أس 2 يتبقى س أس 2، ص أس 6 على ص أس 3 في القسمة بنطرح الأسس يتبقى ص أس 3. دي النقطة الأولى. نيجي للنقطة الثانية، باقي طرح ده من ده. مالك يا مستر بتتقل على من؟ لأن اللي بيجي بعد منه هو الأكبر واللي قبل منه هو الأصغر. يبقى أما نيجي نطرح نكتب 2 س ناقص سالب 3 س. لاحظت حاجة؟ الناقص دي بتاعة الطرح ودي السالب بتاعة إشارة العدد. طب دي محتاجة تعديل، نسيب لـ 2 س سالب في سالب بموجب 3 س. هنا 2 س و 3 س، تفاحتين و 3 تفاحات، تبقى الإجابة كام؟ الإجابة 5 س من نفس النوع. النقطة الثالثة جميلة، 1 و 1 و 2 و 3 و 5 و 8، تعرف تكمل بنفس التسلسل. سؤال تراكمي، مين لاحظ؟ 1 و 1 يديك 2، 1 و 2 يديك 3، 2 و 3 يديك 5، 3 و 5 يديك 8. أقول له بس بس بس، 5 زائد 8 نجمعهم يبقى 13، يبقى بنعمل ايه يا ولاد؟ بنجمع اخر عدد، وهكذا نمط السلسلة. السؤال الرابع، المنوال للمجموعة 7 و5 وألف زائد كام؟ وألف زائد 3 و5 و7 هو 7. أقول له بدام الإجابة طلعت 7 يبقى دي القيمة الأكثر شيوعاً، يبقى دي القيمة الأكثر انتشاراً. السبعة مرتين والخمسة مرتين، أقول له بس 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 بس، يبقى ألف زائد 3 دي هي الأكثر عشان تطلع بسبعة، لأن الإجابة 7. طب نجيب ألف إزاي؟ نطرح الكبير ناقص الصغير، 7 ناقص 3 تطلع 4، يبقى قيمة ألف بأربعة، وهو اللي ساعدنا في إن المنوال يطلع 7. تعالى هنا اللي بعدها، ادي حد وادي حد، وبدام فتح قوس وساب حاجه بره يبقى دي على تحليل باخراج العامل المشترك. هنا 5 وهنا 15 يبقى المشترك 5، هنا س اس 2 وهنا س يبقى المشترك س، هنا ص وهنا ما فيش ص يبقى مش موجوده. طب عايز اسال بقى نفسي اجيب ده ازاي؟ نقسم الاول على ده، 5 على 5 1، س اس 2 على س يتبقى س، 15 على 5 يتبقى 3، س على س راحت يتبقى ص، يبقى الإجابة كام؟ الإجابة س زائد 3 ص. ده السؤال الأول. نروح يا شطار مع بعض للسؤال الثاني اللي بيقول إيه؟ بيقول اختر الإجابة الصحيحة. الحد الجبري 6 س أس 3 ص أس 2 من الدرجة كام؟ ندور على الرموز، السين درجة تالتة والصاد درجة تانية، اجمع التالتة والتانية يبقى الإجابة الحد الجبري من الدرجة الخامسة، نبروزها ونكتبها في النقط. السؤال اللي بعده، العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين تلت وخمس أجزاء. بدل منتصف المسافة نجيب العدد إزاي؟ نص في مجموع العددين، يعني نجمع التلت زائد الخمس أجزاء، نسيب النص زي ما هو، وهنا التسعة تقبل على التلاتة فهالتسعة تمام. طب نجيب البسط ازاي؟ تسعة على التلاتة فهالتلاتة في واحد بتلاتة، دي شبه دي، يبقى ننزل الخمسة يبقى تساوي نص في، اجمع
تبقى 8 على 9، علي 2 1، علي 2 4، اضرب 1 في 4 ب 4، 1 في 9 ب 9، يبقى الإجابة كام؟ الإجابة 4 أجزاء. واللي يأكد لي ويحل لي صح إن الإجابة موجودة في الاختيارات ووديها في المكان الخالي. السؤال اللي بعده، هات المعكوس الضرب النص أس صفر، أي حاجة أس صفر قيمتها 1 صحيح. طب مين المعكوس الضرب للواحد؟ 1 على 1 هو 1 على 1، يبقى المعكوس الضرب كام؟ المعكوس الضرب للواحد، لأن لما تشقلبه هيطلع 1. نيجي لنمرة 4، إذا كان 5 على س زائد 2 عددا نسبيا، يبقى س لا تساوي كام؟ بدام عددا نسبيا يبقى ناخد الإجابة اللي في المقام وما نساويهاش كده، نقول لا تساوي الصفر، ونجيب إجابة للسين لا يصح انها تطلع، علشان تطلع عدد نسبي نقول س بتساوي، دي تروح بإشارة مخالفة يبقى سالب 2. طب ما هي منفية هنا، ما انا هنفيها هنا، يبقى س لا تساوي كام؟ س لا تساوي سالب 2. طب ليه لا تساوي؟ لان الإجابة عددا نسبيا، والعدد النسبي لا يجوز للمقام ان هو يكون صفر، يبقى س لا تساوي سالب 2. وبكده خلص السؤال التاني، ونيجي مع بعض يا شطار للسؤال التالت، عمه عايز مين؟ عمه عايز الوسيط لمجموعة من القيم، يبقى لازم نعمل ايه بدام الوسيط؟ لازم نرتب القيم، 5 4 7 القيم غير مرتبة، يبقى هنقول القيم بعد الترتيب من التصاعدي، اصغر حاجة 4، اللي بعدها 5، اللي بعدها 6، اللي بعدها 7 اسف، يبقى مين الوسيط؟ الوسيط القيمة اللي في الوسط، مين هو؟ الخمسة، يبقى هنا الوسيط للقيم يطلع الإجابة 5، نكتبها في النقط ونختارها من المكان الفاضي. ونشوف السؤال اللي بعده بيقول إيه، إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة القيم 3 و5 وسين زائد 2 هو كام؟ هو 4. طب هنا كام قيمة عد؟ أدي 1 2 3 4، فإن الوسط الحسابي للقيمتين، عايز وسط حسابي للقيمة دي والقيمة دي، تمام؟ أدي مجموعة من السطور الفاضية اللي هنحل عليها. تعالوا مع بعض نشوف احنا قلنا عندنا كم قيمة، عندنا 1 2 3، 3 قيم. طب الإجابة بتاعت الوسط الحسابي كام؟ 4. يبقى احنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نجيب مجموع القيم. ازاي؟ نضرب إجابة الوسط الحسابي في عددهم. يبقى في البداية يا ولاد نقول مجموع القيم بيساوي ادي 1 2 3 عددهم 3 في 4، تطلع الإجابة كام؟ 12. كلمة مجموع القيم يعني 1 2 3 لو اتجمعهم يطلعوا ب 12. كده نقدر بقى ناخد التلاتة دول نجمعهم ونساويهم بمين؟ بال 12، 3 زائد 5 زائد س زائد 2 ساويها بال 12، 3 و5 8 و2 10، يبقى س زائد 10 بتساوي 12. كده نقدر نجيب س بسهولة، 12 ناقص 10 تطلع الإجابة كام؟ 2. كده انت جبت قيمة مين؟ جبت قيمة س. طب عمه عايز الوسط الحسابي للقيمة دي والقيمة دي، أقول له بس دي فيها سينات، مش نحلها الأول؟ أيوة نحلها الأول، 5 ناقص س يعني 5 ناقص 2 اللي طلعت، يبقى القيمة الأولى 3، أدي الجنب اليمين. ناخد الجنب الشمال، 5 زائد 2 س، أدي الخمسة زائد 2 في 2 اللي طلعت، 5 زائد 4 تبقى الإجابة 9، يبقى ترجمة الاتنين دول 1 3 و1 9. طب عمه عايز الوسط الحسابي بتاعهم هما الاتنين، مجموع القيمتين 3 زائد 9 على 2 عددهم، 3 زائد 9 12 على 2 يبقى الإجابة 6، يبقى الوسط الحسابي بتاعهم 6 والإجابة نمرة ألف. مسألة مهمة وخدت مجموعة خطوات مهمة. ونروح مع بعض للسؤال كام؟ السؤال الثالث، وأول مسألة بقول لي استخدم خاصية التوزيع اللي بتجو في كل اختبار، آدي الحد الأول وادي الثاني وادي الثالث، لاحظت مين مقرر؟ 3 أسباع، هي 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 هي، يبقى نقول في نمرة ألف الثلاث أسباع دي عامل مشترك، لا
تاخدها بره وعلامه فيه ونفتح طبق مين زميلها اتبقى الاتنين زائد مين ستة. طب هنا ما تبقاش اقول له لا في واحد ضمير مستتر بعلامه ناقص اهو. طب عايز اكمل حلي التلات اسبعة هي في طلع من دول اجابه 2 زائد 6 8 ناقص 1 يبقى 7. طب اجيب الاجابه ازاي؟ سهله جدا بقى دلوقتي هي هنا 3 اسباع صح؟ ايوه والمجموع طلع 7 تمام. ايوه تمام نحذف السبعه مع السبعه تبقى الاجابه كام؟ تبقى الاجابه 3. يا ولاد خلصت المساله الاولى اللي طلعت قيمتها 3 باستخدام خاصيه التوزيع او العامل المشترك. نيجي النمرة ب اوجد 3 اعداد نسبيه بين الثلث والنص. ادي مين؟ ادي النص. وادي مين؟ وادي الثلث. نوحد المقامات الاول التلاتة ما بتقبلش على الاتنين يبقى نضربهم يبقى 6. طب عايز اجيب اللي ايه اللي البسط مرة اسمة ومرة ضرب 6 على الاتنين 3 في 1 ب3 6 على 3 2 في 1 ب2. طب ده يا مستر الاتنين بعدها 3 مفيش حدود مقررة اقول لك اضرب في اي رقم فوق وتحت في الكسرين. المستر اختار بالضرب في 5 اما اضرب دي في 5 يبقى 15 على 30 اما اضرب دي في 5 فوق وتحت يبقى 10 على 30. كده ظهرت مجموعة من الأعداد النسبية من الأعداد النسبية المحصورة بين الكسرين بعد العشرة الصغيرة 11 على 30. طب زود 12 على 30. طب زود 13 على 30. ادي 3 أعداد ولو عايز معك 14 ولو ضربت في أكتر من الخمسة هتجيب أعداد نسبية أكبر. نفس المسألة كانت موجودة في النموذج الأول. ونروح مع بعض للسؤال مين؟ السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لي ما زيادة كذا عن كذا؟ وأول يا شطار ما يقول ما زيادة يبقى اللي بيجي بعد كلمة زيادة هو الأكبر واللي يبقى بعيد هو الأصغر. طب يا مستر في كلمة زيادة بنعمل إيه؟ بنطرح الكبير ناقص الصغير بس ده يكتب الأول. يبقى هنا نمر ألف 7 سين زائد 5 صاد زائد 2 وهنا سينات وصادات وهنا عين. يبقى هنا سينات صادات عين سينات صادات عين وما زيادة يبقى ده الكبير 7 سين زائد 5 صاد زائد عين والتاني الصغير تحتها 2 سين زائد 6 صاد زائد عين. واللي عنده نسخة الكتاب كده يصوبها. طب ما زيادة يبقى دي عملية ايه؟ عملية طرح. طب في عملية الطرح بنعمل ايه؟ بنغير الاشارات للي تحت. الموجب نخليه سالب والموجب سالب والموجب سالب ونجمع هنا 7 وهنا سالب 2 يبقى الفرق 5 للسينات. موجب 5 وسالب 6 يبقى الفرق سالب 1 للصادات. هنا موجب وسالب راحوا مع بعض تبقى الإجابة كام يا شطار؟ تبقى الإجابة 5 سين ناقص صاد ودي القيمة بتاع ما زيادة اللي كانت عملية طرح. اوجد خارج اسم الدول حد وحد يبقى ده مقدار جبري. كل ده مقدار جبري على 7 سين صاد فقط لا في زائد ولا ناقص يبقى ده حد جبري. يبقى دي الاسميه هي الاسميه السهله الاسميه السهله. نعمل ايه يا شطار؟ نشد شرطه كسر طويله وناخد المقدار الجبري اللي فوقه ناقص 35 سين صاد اس 2 زائد 7 سين صاد والحد الوحيد الفريد 7 سين صاد ونقسم الحد ده على اللي تحت ثم الحد ده على اللي تحت ثم الحد ده على اللي تحت. هنخرج بإجابتنا بثلاث حدود 14 على 7 2 سين أس 2 على سين يتبقى سين صاد على صاد راحت سالب على ما فيش هي السالب 35 على 5 على 7 فيها 5 السينات راحت والصادات يتبقى واحدة عدد على نفسه فيها الواحد يبقى يكتب الإجابة كام؟ يكتب الإجابة موجب واحد. كده خلصت المسألة وده ناتج عملية القسمة ده المقدار الجبري الجديد اللي نتج بعد إجراء عملية القسمة. ونروح مع بعض يا شطار للسؤال اللي بعده. السؤال الخامس بيقول لي اختصر لأبسط صورة س ناقص 3 في س زائد 3 زائد 9. ادي مسألة وبعد كده عايز قيمة عددية وده سؤال على المتوسط الحسابي وادي مجموعة من السطور اللي هنحل عليها ويلا مع بعض نحل نمرة ألف
ناخد مين المقدار اللي موجود في الأول، مين هو سين ناقص 3، هنضربه في سين زائد 3 وبعدين نجمع التسعة. ده القصد شبه ده بس إشارة مخالفة، يبقى مترافقان، يبقى لا يوجد حد أوسط، أول في أول وتاني في تاني، سين في سين بسين أس 2 وسالب 3 في 3 البعيدة بسالب 9 وهنا موجب 9. كده خلصت؟ لا أطلع إجابة، خسر 9 كسب 9، يبقى الإجابة ما شاء الله سين أس 2. قال لي والله ما تمشي. ليه يا عم؟ قال لي السين بخمسة. أقول له سهلة، يبقى بدل السين خمسة الكل أس 2، يبقى الإجابة النهائية 25، ودي إجابة القيمة العددية. والسؤال نمرة ألف. نيجي للسؤال نمرة ب، إذا كان الوسط الحسابي للقيم 1 2 3 4 5 6 7 عددهم 7 قيم والإجابة 6، يبقى لو سألك عدد القيم أقول له عدتهم طلعوا 7. طب الوسط الحسابي قيمته كام؟ 6. يبقى نقدر نجيب مين؟ نقدر نجيب مجموع القيم هي اللي ناقصة. طب مجموع القيم قانونها إيه يا أولاد؟ قانونها عدد القيم في الوسط الحسابي. عدد القيم كانوا كام؟ 7 والوسط 6، تبقى الإجابة 42. طب يا ترى ال 42 دي يا مستر تفيدني؟ أيوة، لو خدت ال 42 وساويتها بناتج الجمع دول نقدر نوصل لقيمة كافي اللي عمه بيسأل عليها. يبقى نقول مع بعض 8 زائد 7 زائد 5 زائد 9 زائد 4 زائد 3 زائد كاف زائد 4، كل القيم السبعة دول إجابتهم 42. طب اجمع ده وده 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 هيطلع 40، يبقى كاف زائد 40 إجابتهم 42. إذن قيمة كاف بتساوي 42 ناقص 40 تطلع كاف باتنين. ولو عوضت عنا هنا باتنين وجمعتهم كلهم وقسمت على السبعة هيطلع لك 42 على السبعة فيها الستة، وده تأكيد لحلك الصحيح السليم. بكده يا ولاد الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة حل النموذج الثاني من مادة الجبر. كده يتبقى لنا النموذج الثالث للحلقة القادمة إن شاء الله. بس قبل ما نوصل للنموذج الثالث عايزك تتأكد وتأكد على نفسك إنك متقن حل النموذج الأول وحل النموذج الثاني، وشير في الخير عشان زملائك يستفيدوا في كل مكان. خلصت حلقتنا وانتظروا حل النموذج الثالث من قناة الإسكولة مع مستر حامد البيومي.